من جديد أهلا بحضراتكم، والحديث عن تطورات الأوضاع ما بين إسرائيل وما بين حزب الله. الحقيقة أن هناك مجموعة من التصريحات المتبادلة من كلا الطرفين، ولكن نقف عند التصريح الإسرائيلي الذي قال أنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري، ومن ناحية أخرى أشار كذلك إلى أنه لا يريد حربا شاملة في هذه المنطقة، ولا يريد حرب مع حزب الله، وإنما يسعى إلى تسوية بقدر الإمكان. يعني إذا ما ربطنا كل ذلك مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن في الأسبوع الماضي، والحشد على الشمال الإسرائيلي، والدفع بمجموعة كبيرة من الموارد على الحدود الشمالية لإسرائيل مع الجبهة اللبنانية الجنوبية، بالتأكيد الأمر يحتاج إلى كثير من التفسير والتوضيح. وكذلك مع ضيفنا الكريم نعرف المزيد، الأستاذ محمد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية، هذا التصريح أنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري به كثير من السلف والعنجهية، ولكن كيف قرأت هذا التصريح؟ تحياتي لكم. بالواقع كل هذه التصاريح التي قالها أجلنت، وقبله أيضا كان هناك قادة إسرائيليون تحدثوا بأكثر من ذلك. نعم. أحدهم كان يريد يقول أنه سوف يشرب قهوة في شارع الحمراء في بيروت، وآخر يأكل حلويات، وإلى آخر هذا الكلام. هذه كلها تدخل في الحرب النفسية. ولكن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن نطرحه، إذا كان بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لم يستطع تحقيق أي هدف في غزة، في حربه على غزة على امتداد 9 أشهر، ومع دعم أمريكي مفتوح بكافة أنواع الأسلحة، فلم يحرر أسيرا، ولم يقضي على حماس، ولم يهجر الفلسطينيين من أرضهم، وقطاع غزة معروف أنه مساحته 350 كيلومتر مربع محاصر من جميع الجهات، فهل سوف يستطيع أن يحقق أي إنجاز على جبهة لبنانية تمتد طولا 120 كيلومتر وبعمق كبير جدا وعميق جدا، مفتوح على كل مراكز الإسناد والإمداد، وبالتالي وأمام قوة لا يستهان بها. أنا أقول أمام جبهة، أمام ترسانة عسكرية يمتلكها حزب الله وحلفائه، تمثل أضعاف أضعاف ما عند حماس في غزة، بمنظومات برية وجوية وبحرية، وبقدرات إلكترونية أثبتت قدرتها في المعارك التي تنشب بين حين وآخر على الجبهة. فهل يستطيع أن يحقق شيء أو أي إنجاز في لبنان، علما أن جبهته الداخلية في حالة يرثى لها؟ هناك منافسات، هناك تناقضات، هناك صراعات داخلية بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، وهناك أيضا أهالي الأسرى، وهناك أيضا يعني عدة مآزق، تدهور اقتصادي كبير. يعني هناك من يقول كما نشر اليوم في جريدة معاريف الإسرائيلية عن ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي الذي قال أن أي حرب على لبنان الآن هي بمثابة مغامرة وخطأ استراتيجي كبير، سوف يكبد إسرائيل ثمنا أكبر من الذي تكبدته في 7 أكتوبر. وهناك لجنة مشكلة في إسرائيل اسمها لجنة 100 خبير، وهي مشكلة من ضباط سابقين وقيادات عسكرية ومعاهد الدفاع ومعاهد الدراسات الاستراتيجية، قالت إن سلاح الجو الإسرائيلي سوف يتعطل في اليوم الثاني من الهجوم على لبنان، وبالتالي إسرائيل ستصاب بكارثة في هذا المجال. نعم. كل هذه المسائل التي نراها أمامنا، ونحن نرى أيضا أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة على الصعيد العالمي، على صعيد الرأي العام العالمي، وعلى صعيد الأمم المتحدة التي صنفتها على قائمة العار، فيما صنفت نتنياهو وجلنت مجرمي حرب. هل المنطق العلمي يعني يتيح أن يكون هناك تفكير بإمكانية تحقيق إنجاز مع جيش منهك في لبنان؟ سؤال مهم يعني سيد محمد، واسمح لي حنتلقى بالتأكيد إجابته من حضرتك بمزيد من التفصيل بعد أن نذهب سريعا إلى زميلي محمد جوهر في قراءة لأهم وآخر الأنباء. مرحبا بك محمد. ضيفها الكريم، إليك دينا. شكرا جزيلا محمد.
عودة إلى برنامج من القاهرة والحديث هنا عن تطورات الأوضاع فيما يخص هذه المناوشات والاشتباكات ما بين حزب الله وإسرائيل والتصريحات أو تبادل التصريحات الحقيقة، وهو سباق محموم في التصريحات ما بين الكيان المحتل من ناحية وحزب الله من ناحية أخرى. العودة من جديد والترحيب من جديد بضيفنا الكريم الأستاذ محمد الروس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرة ثانية أهلا وسهلا بحضرتك. كنا قبل موجز الأنباء تحدثت حضرتك عن سؤال مهم وعريض، فكرة تحمل إسرائيل إلى كلفة الدخول في حرب جديدة مع كل ما تعانيه من أزمات داخلية وعزلة عالمية. بالتأكيد هناك تقدير للموقف، فهل الكيان المحتل يقدر جيدا خطورة وأهمية أو عفوا خطورة وعبء وحجم الخسائر التي من الممكن أن يجنيها جراء هذه الحرب على لبنان، خاصة مع تنامي الأصوات التي تقول بأن إسرائيل بالفعل تستعد إلى حرب شاملة، تحشد قوتها في الشمال الإسرائيلي، تدفع بكثير من الموارد، تقوم بكثير من التدريبات للجنود، كلها أمور توشي باستعدادها لأن تدخل هذه الحرب؟ يعني هناك عدد من الكتاب الإسرائيليين كنت أتابعهم خلال الفترة الماضية، كانوا يقولون أنها لأول مرة في تاريخ تأسيس الكيان الإسرائيلي تزج بالجيش في حرب لمدة 9 أشهر. دائما حروب إسرائيل كانت أن يكون هناك أو يسمونها الحرب الصاعقة، يعني حرب لمدة أيام ثم يعود كل واحد إلى قواعده وتحقق أهدافها. لكن هذه الحرب بالتحديد وما يرافقها من مشاكل داخلية خاصة على صعيد الدينيين أو الحريديم وغيرهم 9 أشهر تعتبر فترة كبيرة جدا وخطيرة جدا على المجتمع داخل الكيان الإسرائيلي. كما قلت أن كل المعطيات لأي دولة أو لأي قوة تتملك تحليلا منطقيا وعلميا وترى الوقائع أمامها تجعلها تتراجع عن شن حرب الآن على لبنان. ولكن هناك رئيس سابق للموساد صرح أخيرا وقال إن نتنياهو لا يرى ولا يسمع ولا يفهم. هذا يدل أو يشير إلى مدى الجنون العنصري عند هذه التركيبة الحاكمة في إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن تتحول الحرب على لبنان إلى حرب إقليمية موسعة وشاملة. صحيح. نحن نذكر أن قبل أن تفكر الإدارة الأمريكية بهذه المسألة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ أكثر من 5 أشهر كرر وحذر مرارا وتكرارا وفي كل المنتديات العربية والدولية من توسع الحرب نحو محاور أخرى، وقال أنها ستؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة قد تطيح بكل المعطيات أو المعادلات القائمة. وهذا صحيح، ولكن يعني مصدر الخوف الأمريكي على أو التردد الأمريكي هو الخشية من أن لا تستطيع إسرائيل أن تستوعب أو أن تتحمل مسؤولية مثل هذه الحرب. ولذلك نرى أن الموقف الأمريكي ملتبسا هنا، فهو يقول أنه متردد أو لا يحبذ نشوب هذه الحرب على لبنان، في نفس الوقت الذي يؤكد أنه سيدعم إسرائيل سيدعم إسرائيل فيما يسميه زورا الدفاع عن النفس وعن الوجود. إذا كانت المسألة تتعلق بوجود إسرائيل على هذا النحو فمن باب أولى أن تدخل الولايات المتحدة بكل ثقلها لكي تمنع هذه الحرب، لكنها لا تفعل ذلك، ربما لأن لها تصور معين ومشروع معين ليس الآن مجال الحديث عنه على صعيد المنطقة كلها. المسألة الآن تسير في هذا الاتجاه. هناك من يقول داخل إسرائيل بأنها ستكون حرب، لا هي حرب بناء على القواعد الموجودة منذ فترة طويلة، يعني معارك رد فعل وفعل ورد فعل في الجنوب اللبناني، لكنها ستكون متوسطة وليست شاملة، أي أن تكون على مساحة من الشريط الحدودي في جنوب لبنان ومع إغارات على منطقة البقاع التي تتوهم إسرائيل أن صواريخ حزب الله موجودة هناك. ولكن يعني إسرائيل تخطط لما تريد أن تفعله أو تنوي أن تفعله دون أن تنظر لردة الفعل التي يمكن أن تقوم
وبالتالي ستكون هناك أسمان باهظة لهذه المسألة. صحيح. الجميع يقول أنها لن تكون نزهة لإسرائيل جريا على المرات السابقة في حربها مع لبنان. لن تكون نزهة، وهي فعلا لن تكون نزهة. إذا كان جالنت يقول أن يهدد بأنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري، قد يكون وجود إسرائيل بالمقابل هو صحيح، وهذا ما صرح به الاستهداف يعني. وهذا ما صرح به ضمنا السيد حسن نصر الله حينما قال أن إذا دخلنا هذه الحرب فلن يكون هناك سقف أو قيود للتعامل في هذه الحرب. طبعا يعني حسن نصر الله يرد على الحرب النفسية بحرب نفسية مقابلة، لكنه مستند إلى أمور عدة. يعني نحن نذكر تماما الطائرة المسيرة التي أطلقها فوق منطقة حيفا سماها الهدهد، وحققت يعني خرقا كبيرا في المنظومة الجوية، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، صورت كل شيء. وهذا مثل إلى، وهناك أيضا فيديوهات أخرى تفيد المعلومات أن حزب الله سوف ينشرها أيضا، وهي تصب في نفس هذا الاتجاه. بمعنى يعني أن هذه المسائل كلها ينبغي أن يعني نرى عكسها، أن نرى أن هناك مساع حسيسة لوقف الحرب على غزة لكي نتجنب الحرب على لبنان. وهناك في الإدارة الأمريكية من يقول ذلك. الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه نتنياهو الخائف على مصيره والخائف على مستقبله السياسي هو أنه رفض المبادرة المصرية. لو كان قبل المبادرة المصرية في وقتها لكان استمر كرئيس الوزراء وبأقل المخاطر التي يواجهها الآن والمسؤوليات التي يتحملها الآن، وهي مسؤوليات ضخمة جدا. نعم، أشرت حضرتك أيضا في حديثك إلى فكرة أن العقل والمنطق يقول أن لابد لنتنياهو أن يحسب حسابه 1000 مرة في دخول هذه الحرب أو تعميق مساحة هذه الحرب، وهذا هو العقل والمنطق الذي يفتقده بشدة بنيامين نتنياهو. تصريح من البيت الأبيض بأن على نتنياهو أن يحجم حجم الاستهتار في التعامل مع الأوضاع وتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة. إذن البيت الأبيض يرى أيضا في نتنياهو قدر كبير من الجنون ومن التهور في التعامل وغياب إدراك حجم الخسائر، ربما لأنه ينظر من زاوية شخصية بأن هذه الحرب، الدخول مع لبنان في اشتباك ومع حزب الله في اشتباك، إنما يعني مزيد من الوقت ويعني مزيد من الوجود في الساحة السياسية بشكل عام. الموقف الأمريكي كيف تراه من هذه الحرب؟ حضرتك أشرت إلى فكرة أنه قال أنه سيدعم إسرائيل إذا دخلت في حرب مع حزب الله، لكنه أيضا لا يدعم فكرة الحرب الشاملة واتساع رقعة الصراع. دائما ما يكون الموقف الأمريكي متأرجح، ودائما ما يكون له تصريحات وتصريحات أخرى مضادة، ولكن بشكل عام بالتأكيد البيت الأبيض يخشى من إيران ويخشى من حزب الله، ويعلم هو جيدا حجم هذه القوة العسكرية التي يمتلكها حزب الله دعما من إيران. ولكن بصورة عامة كيف تقرأ الموقف الأمريكي؟ يعني نحن نعرف إذا دققنا بالموقف الأمريكي هو يعطينا شعارات كعرب، ولكنه يعطي إسرائيل السلاح والترسانات والقذائف والقنابل والدعم المادي كله. هو الآن يقول أنه يعني لا يرغب بنشوب هذه الحرب أو توسيع هذه الحرب بالنسبة للبنان، لأنه يخشى أن تتدخل إيران، وهذا صحيح. قد تتدخل إيران. حزب الله يمثل أحد أكبر أدواتها في المنطقة. صحيح. أو الورقة الأخيرة في المنطقة صح التعبير. فلذلك يخشى من حرب إقليمية، لكنه في نفس الوقت يجعل حاملة الطائرات أيزنهاور تغادر البحر الأحمر إلى شرق البحر المتوسط، ثم يستخدم مركبات بحرية برمائية يعني يستخدمها المارينز في معارك ضد معارك حربية يعني. استخدمها، وحجته في ذلك أنه يريد أن يجلي المواطنين الأمريكيين من لبنان. أنا أعتقد أنه يريد أن يجلي المواطنين الأمريكيين من إسرائيل، لأنه لا يوجد مواطنين أمريكيين في لبنان يريد يعني يستأهلون مثل هذه المسألة. البوارج والمركبات الحربية كبيرة. الموقف الأمريكي كما قلت يعني بنفس الوقت إدارة بايدن تتحسس من مواقف نتنياهو الذي يتلهف لمجيء ترامب إلى الحكم، وهو يعتبره أنه أكبر مساند من جو بايدن. من هنا يعني هذه الحساسيات موجودة. إنما الإدارة الأمريكية كما نعرف هي ليست متعلقة بشخص الرئيس، هناك الخارجية وهناك الأمن القومي.
وزير الخارجية أنتوني بلينكن مؤيد لإسرائيل بشكل مطلق ويساعدها على تنفيذ مشاريعها. أعتقد أن القرار بإسرائيل الآن وهو قياسا على ما كان يتخذه قادة إسرائيل في تاريخ حروبهم في هذه المنطقة، إذا فشلوا في مركز معين في تحقيق هدف معين في حرب معينة فإنهم يهربون إلى الأمام. نتنياهو يريد أن يعني يسير على نفس هذا المنوال، فشل في غزة فيريد أن يهرب إلى الأمام نحو لبنان. لكن المعطيات السابقة التي كانت تملي ذلك تغيرت الآن بشكل كبير. كان يهرب إلى لبنان ولم يكن في لبنان قوة تردعه، الآن لا، يعني في واقع آخر في لبنان، وواقع آخر متعلق بالشأن الإقليمي وليس فقط لبنانيا، هو حرب شاملة ستكون وليست فقط حرب فقط بين اللبنانيين أو بين حزب الله وحلفائه وبين إسرائيل. الكيان الإسرائيلي. نعم، يؤف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه لا يسعى إلى حرب شاملة وإنما يسعى إلى تسوية مع حزب الله في الجنوب اللبناني، يسعى إلى تسوية بقدر ما، هو لم يقل تسوية كاملة. هو يتبادلون الأدوار نتنياهو وجالانت. نعم، ولكن برأي حضرتك يعني لو تحدثنا عن هذه التسوية كيف يمكن أن تكون، خاصة وأنه لم يعرض لبنود هذه التسوية أو لم يوضح على الأقل كيف ستكون هذه التسوية. نعم، بنيامين نتنياهو صرح اليوم أيضا بأنه إذا تم الاتفاق على تراجع حزب الله عن الحدود مسافة 10 أو 15 كيلومتر، بما يتيح عودة المستوطنين المهجرين إلى شمال فلسطين المحتلة وعددهم يناهز 100,000، يشكلون ضغطا على حكومة نتنياهو، فإنه يكون لا داعي للحرب. جالانت قال أيضا التصريح الذي تفضلت به، بينما بالأمس كان يهدد بتحويل لبنان إلى أو بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. هي تصريحات أو مطالب إسرائيلية معروفة منذ فترة طويلة، هم يقولون ذلك، يقولون يعني يتراجع حزب الله تحديدا فرقة الرضوان فيه اللي بيعتبروها انه هي القوات الخاصة او الوحدات الخاصة، ان تتراجع مسافة 15 كيلومتر شمال نهر الليطاني. بالمقابل كان المنطق اللبناني يقول اذا كان هذا ينفذ القرار 1701 الصادر عن الامم المتحدة بخصوص جنوب لبنان فهو مفروض أن يطبق من الجانبين، الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، يعني إسرائيل أن تتراجع أيضا قواتها إلى مسافة معينة وأن تمتنع عن اختراق أو خرق الأجواء اللبنانية، لأنه منذ أن صدر هذا القرار ولغاية الآن وهناك 32,000 خرق قامت بها إسرائيل للأجواء اللبنانية وتعتدي على سوريا وعلى غير سوريا، يعني من سماء لبنان. نتنياهو لا يريد أن ينفذ هذه المسألة، لذلك يأتي من هنا يعني تصلب حزب الله في موقفه بأن الحرب تنتهي عندما تنتهي وقف إطلاق، عندما يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة. بغير هذه المسألة لا يحاور، وسبب ذلك كما قلت أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن ينفذ القرار 1701 حسب نصه، يريد للبنان أن ينفذه وهو لا ينفذ هذا القرار. من هنا يعني حزب الله ماذا سيخسر في هذه المسألة أو لبنان ماذا سيخسر في هذه المسألة إذا كان يملك قوة ردع لإسرائيل، ولو إذا كانت إسرائيل تريد أن تهدم يعني مناطق في لبنان فهي ستدفع نفس الثمن وبثمن مقابل. لذلك من هنا لو كانت إسرائيل قادرة ويعني وعارفة وعالمة جدا ومتأكدة من أنها تستطيع أن تهدم وأن تغير على لبنان وأن يعني تقوم بحرب قوية ومدمرة في لبنان لما تأخرت لحظة. صحيح، لما تأخرت لحظة. ولكن مهم هنا سيد محمد الإشارة إلى موقف الحكومة اللبنانية من هذا التصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله. هو موقف تقريبا يعني متواكب مع مواقف حزب الله. حزب الله عنده وزراء بالحكومة اللبنانية وعنده نواب في المجلس النيابي، عنده كتلة نيابية. لكن نفس الكلام يعني الرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أبلغه إلى كل المفادين الذين جاءوا، وهو أن لبنان يقبل بقرار 1701 شرط أن يكون التنفيذ متوازيا ما بين لبنان وبين إسرائيل، ولا يكون من طرف واحد فقط، أن توقف إسرائيل الاعتداءات على لبنان وأن توقف خرق هذا القرار. هذا موقف اللبناني الرسمي.
نعم، ولكن لبنان الحقيقة ومنذ سنوات تعاني من أزمات مختلفة. يكفي أنه لا يوجد رئيس للجمهورية، يكفي أن هذه الحكومة هي حكومة تيسير أعمال، والوضع الاقتصادي أيضا به بعض المشكلات، وربما لبنان يعني في دائرة مفرغة ربما منذ حدث مرفأ بيروت. نعم. فكيف هو الحال؟ ولابد من الاطمئنان على أرض عربية حبيبة لبنان طبعا. نعم، يعني هو الوضع السياسي في لبنان متدني إلى أو متدهور إلى درجة كبيرة اجتماعيا واقتصاديا وماليا. المسألة متدهورة جدا. يمكن إسرائيل كانت تراهن على هشاشة هذا الوضع الداخلي لكي تقرر أن تقوم بحرب على لبنان، ولكن يعني كل هذه المسائل الاجتماعية والاقتصادية والمالية تتجمد إذا كان المسألة فيها يعني عدوان إسرائيلي على الكل. نعم. على كل لبنان. نعم. هذه المسألة تتأخر، ولكن حل المسألة اللبنانية بما فيها حل الفراغ الرئاسي والمجيء برئيس جديد للبنان يكمن في تطبيق اتفاق الطائف للوفاق الوطني اللبناني الذي تحول إلى دستور ولم يتم تنفيذه في لبنان. حاولت مصر كثيرا ومن خلال الجامعة العربية أن يكون هناك تطبيق لهذا الحل، لأنه بالنتيجة حل عربي للمسألة اللبنانية. أن تسهر على تطبيق، وأوفدت العديد، أوفدت وزير الخارجية، أوفدت الجامعة العربية، أمين عام الجامعة العربية، الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، يعني أظن أنه غادر لبنان أمس أو اليوم. كل هذه المساعي تصب في هذا الاتجاه، أن يكون هناك رئيس للبنان. ليست المسألة الآن مسألة مماحكات سياسية أو مسألة تنافس على إدارات، ولكنها مسألة مصير ومسألة وجود ومسألة أن يحفظ لبنان مكانه في يعني في الأيام الأخيرة لهذه الحرب، عندما تحل التسوية الكبرى فيكون لبنان مكانه في هذه المسألة أو دور. ولكن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والتي انقلبت على اتفاق الطائف لم تنفذ من مبادئ الدستور اللبناني المواد الأساسية فيه، وتقاسمت مؤسسات الدولة وإداراتها، لا تزال هي نفسها موجودة بانتظار أن يكون هناك ضغط عربي معين وضغط لبناني عربي معين يستطيع أن يعني يقوم بخطوة إصلاحية تؤكد وتضغط على مجلس النواب اللبناني لكي يبط البنود غير المنفذة من الدستور اللبناني من الدستور، وبالتالي يحولها إلى مشاريع قوانين. هكذا أعتقد أن المسألة يعني تدخل باب الحل. بغير هذه المسألة يعني بصير المحاصصات هي التي تحكم الواقع اللبناني. نعم، أعود إلى تصريح كان قد أدلى به أو تقدير موقف كان قد أدلى به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأسبوع الماضي، حينما قال أن العالم لا يحتمل أن تكون لبنان غزة أخرى. والحقيقة أنه هذا التصريح كان مؤلم للغاية وصعب التصور أو التصديق أن يحدث ذلك، يعني ونسأل الله السلامة بالتأكيد، ولكن أن يخرج مثل هذا التصريح من أمين عام الأمم المتحدة، إذن هو يشعر أن في الأفق ما هو أكبر من الحرب، أو أن الأمر لن ينتهي ما بين حزب الله وإسرائيل على قدر من الاشتباك هنا أو المناوشة هنا أو ضربة هنا وأخرى هناك. ولكن بشكل شخصي ومن تحليل حضرتك أو رؤية حضرتك للموقف بشكل عام، هل نحن إذا حرب شاملة تدخلها إسرائيل ومعها حزب الله فتوسع رقعة الصراع في المنطقة، أم أن الأمر سيبقى كما هو كان في السابق ولسنوات طويلة، كانت اشتباكات وكانت صراعات محدودة أو حتى متوسطة ولكنها لا ترقى إلى مستوى حرب شاملة؟ يعني ما قاله أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش هو بسبب ما كان يراقبه ويلاقيه ويعني ويتعامل معه في غزة. ما حدث في غزة هو جريمة القرن. نعم. تماما حرب إبادة لا يعني لا تبقي ولا تذر. ما حدث في غزة يعني لم يعد في العالم دولة عنصرية أو كيان عنصري سوى إسرائيل. صحيح. بعد أن انتهت المسألة في جنوب أفريقيا، إسرائيل التي تقوم بمثل هذه الأمور في غزة، حذر غوتيريش من أن تعيد الكرة في لبنان. العالم لم يتحمل ولن يتحمل في المستقبل القريب ما حدث في غزة نفسها،
نحن نرى المتغيرات في أمريكا، نرى المتغيرات في أوروبا تحديدا التي تجسدت في الانتخابات الأخيرة، نرى كيف أن العالم يعني يواجه مثل هذه المسألة العنصرية في إسرائيل. نعم. اليوم سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي العنصري حتى النخاع أعلن عن تأسيس 5 مستوطنات، كل مستوطنة باسم دولة أوروبية من التي أيدت أيدت قيام دولة فلسطين، اعترفت بدولة فلسطين، يعني واحدة إسبانيا وواحدة إيرلندا وواحدة سلوفينيا وأرمينيا حتى كمان أرمينيا. نعم. وقال أنه سوف يعني يجلب إلى إسرائيل 1 مليون مستوطن جديد. يتحدى العالم، يواجه العالم، يواجه الرأي العام العالمي. بنفس الوقت إذا افترضنا أنه سوف ينتقل إلى لبنان ويفعل نفس النموذج كما يهدد فإن أمور كثيرة سوف تتغير على مستوى العالم، ولن تمر المسألة بسهولة، علما أن كل التوقعات تشير إلى أنه لن يستطيع أن يقوم بمثل هذه جرائم الإبادة وجريمة التدمير في لبنان، لأنه كما قلت سوف يلاقي مثلها إذ لم يكن أصعب منها. صحيح صحيح. بلغ التحية لك سيد محمد، شرفتنا، شكرا جزيلا على وقتك. سيد محمد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني كان معنا في قراءة لتطورات الأوضاع والأحداث وهذه الحرب الوشيكة ربما ما بين إسرائيل وحزب الله. بعد فاصل قصير نلتقي ضيف آخر وكريم كذلك للحديث عن تطورات الأوضاع في غزة، لا سيما وأن جيش الاحتلال ما زال يرتكب جرائمه بحق الفلسطينيين.